السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة أو امبارح نزل كتاب الشاطر، أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، نزل كل المواد عربي، رياضة، دراسات، علوم. تعالوا بقى نعمل بسرعة ريفيوهات عن كل الكتب دي، وهنبتدي بالشاطر رياضة أولى ابتدائي بيلقى كده. وتعالوا نشوف الكتاب طبعة 2025. الشاطر كان جه في سنة من السنين كان عامل على السعر زي بادج، طبعا شركة الشطر هتولع فيها دلوقتي بس يلا مش مشكلة. وكانوا عاملين على السنة بادج. طبعا الكتاب المرة دي أصلي ما فيهوش أي بادجات ولا أي حاجة خالص. تعالوا نشوف كتاب الحساب من جوه أولى ابتدائي. أهو ده الكتاب من جوه، جايب لي النتيجة، جايب لي تقسيم الفصل الدراسي الأول. تعالوا بس نقفل، نخلي الكتاب كده يرتاح مع نفسه. خلاص الارقام، جايب لي الورق بتاعه حلو قوي، نظيف جدا، عاجبني التقسيمه بتاعته، عاجبني الورق الابيض بتاعه. اهو الاشكال البيانيه، وعامل لي اشكال حلوه والوان حلوه، رقم 7، رقم 9. اهو يا جماعه كتاب الشاطر اولى ابتدائي، كمان عايد لي على الارقام، ولكنه انا حاسه ان هو يعني بسيط قوي. الاطفال لو واخدين تاسيس هيبقى كتاب اولى ابتدائي ده بالنسبه لهم اهبل وعبيط الاثنين، مش اهبل يعني مش اهبل بس ولا عبيط بس، لا هيكون اهبل وعبيط الاثنين مع بعض. خط الاعداد اكبر واصغر، جمع طرح رقمين من رقم واحد، خطوط الاعداد لحد 24 25 30 واكبر منه واصغر منه. اهو استخدام ايه، اطرح باستخدام مخطط المية. كل ده يا جماعة منهج اولى ابتدائي الشاطر حساب. عجبني تقسيمة الكتاب، تقسيمة الكتاب حلوة، عجبني الورقة قوي، عجبني كمان التمارين جدا جدا، التمارين مش سيئة خالص، هي بس عايزة طفل ما يكونش تأسس كويس. شكرا ليكم، تابعوني هنزل كل الاصدارات الجديدة. الكتاب خلص اهو، خلص عند صفحة 223. تمام، والملحق بتاعه، ملحق انا بقول ايه، الفهرس بتاعه من ورا، والكتاب عامر 110 جنيه. تابعوني، عايزه لايكات كتير، عايزه شير كتير، شوفوا الكتب الجديده قبل ما تشتروا 2025.